Yeah.
Thank you.
I'm not seeing the power of
ما أعدو
على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Thank you.
قل لي ميداني وودي آيات الله ظلم دور دار الكرام ليلا على حلمي فالدر يزداد حزنا وهو منتدب وليس ينقص قدرا غير منتدب فما تضمن آمال البديحين ما فيه من كرم الأخلاق والشياب آيات حق من الرحمن مقدسة قديمة صفات الموصوف بالختام لم يقترن بزمان وآية تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرقام من النبيين إرجاء ولم تدوم محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق وما يبغينا من حكم ما حرم القهد إلا أعدى الأعدي إليها ملقي السلام ردت بلاغات لا دعوى معارضيا غدت العيون يدى الجامع للحرام لا معاد كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تساق على الإكثار بالسامي فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي إن تذكر خفة من حر نار الله قد فات حر لقى من ورثها شبيبي من العصاة وقد جاءوك الغمم وكسرت وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا تجاولا وهو عين الحديث الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رحمته وينكر الفم طعم الماء من سقام I'm
الخلق كلهم. خير من يمم العافون ساقته سعيا وفوق أذون الآي نكر رسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو الإحد العظمى لمغتنم. سرايت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبيت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تجرى ولم ترمي وقد مات جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي وأنت تغترق السبعة دباق بهم بما صاحب العلم حتى إذا لم تدع شهوى لمستبق من الذنوب ولا مرقى لمستبق خافا تقل مقام للإضافة إذ نوديت بالركب كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مغتدم فحوزت كل فقار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحب وجل مقدر ما وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا بشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله معينا لطاعته أعرم الأمم روعا قلوب العدا أما بعلمته كان أبعد الأجبل قبلا من الغنم ما زال يلقوه في كل معترك حتى حقوا بالقناة أبا على وثبي وانتوا الفرار فكادوا يعبدون به أسلا أسالت مع الإقبال والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر القرب كأنما تن ضيف كل كرم إلى لحم العدا قريب يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل ملتدب لله ملتزم يسكو بملتزم حتى عانت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها مرسولة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير أب وخير ما
بعل فلم تيتام ولم تيميهم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى من هقوف كل مصطدم وسل هنين وسل بدرا وسل أهدا فسل حذف لهم من الوخم المدر البيت خمرا بعدما وردت من العذا كل مسوة من الإمام والكاتبين من زمر الخاتمة تردت أقلامهم عن قدس من غير منعجم شاك سمات ميزه والوعد يمتز بالسماء عن السلام تهدي إليك رياح النار من القوم فتحسب الزهر في الأكمام كل كميك أنهم في دور الخير نبت ربا من العزم لا من شدة الحزم طار قلوب العدا من بعده فرقا فما تفرق بين الفهم والبهم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسلوب في أجلها تجمي ولن ترى من وليه غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرص ملته كالليل حل مع الأشبال في أجب كم جادلت كلمات فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتهذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله جد ربنا بالقبول الله بجاه الرسول الله جد ربنا بالقبول الله بجاه الرسول خلقت بمديح أستغفر به جنود عمر مضى في الشعر والختام إذ قال دنيا ما
Amen.
وعلى آله. الفاتحة.